السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، ثم لاباس عليكم، كي داير الاحوال؟ عيد مبارك سعيد لينا وجميع المسلمين والمسلمات. وكركو دايرين؟ كي داير الاحوال؟ وتعيدوا وتعاودوا اليوم عيدين هنايا، حنايا ناس اوروبا، شي عيد ما كاين، عيد في الدول العربيه كنتبع لك هنا اللي يقول لك العيد. وانتم ناس المغرب غدا تعيدوا ان شاء الله، غدا ان شاء الله نغفروا عليك. ولكن قبل ما تذبحوا الخروف كنت غادي نطلع لك واحد الوصفه، وانا جاتني واحد المناسبه، لان واحد السيد راه مريضه بزاف وجيت سافر، شديت الطياره الاولى وجيت هنا غير هنا في اسبانيا. مزيان اللي داروا لنا المطار حنايا لهي في مورثيا، وبنادم في الساعه يجي لهنايا، يعني عندك ساعه والله دور اسبانيا كامله. انتو كركو دايرين؟ كدير الاحوال؟ راني هنايا في سانتاندير لا كابيتال كانتابريه، يعني راني هنايا، راني هنايا نداوي واحد السيده جات مريضه من المغرب، مسكينه كلات السحر. وتعندي نحكي لكم اللي راه قالوا لي باش تنصح الناس وكلش، راني بيت البارح معذب معاها وكلش. ولكن في المغرب عطيتها واحد الوصفه نفعتها في الساعه، وما ضربوا لها واحد الفلوس تاع بصح، لا حول ولا قوه الا بالله، راني شفارين ونصابين. المهم كان بغيكم وكلش، ولكن قبل ما ندير هذا الكيسميته كاين واحد الوصفه زوينه فيها تفوسيخه وفيها كلش، فيها القبول الزواج. سمحوا لي راني قطعت عليكم كيسميتها، لان البنيه دازت من لهنا، وراك عارف البنيه انا مبعدها على هاد المسائل وكل شيء. جيت انا والبنت ديالي وجينا هنايا عندهم، شدينا الطياره ساعه ونص وكيسميتها وجينا هنا، ولكن راه جبت نتيجه مزيانه. هذه الدار ديال صاحبتها قاوريه، البنت عربيه اللي مرضت، عيطوا للوالدين ديالها وكيسميتها، وهي المتابعه ديالي. درك تنديروا نحكي لكم عليها، لان القصه ما كايناش تاع اليوم، ولكن الحمد لله جيت على حسابها، يعني جيت مستعجل كل شيء سمحت فيه وجيت على حسابها انا، لان الوالدين ديالها شحال بكا وكلش، ولكن القلب حسبي الله ونعم الوكيل. لكن هذه الدار ديال صاحبتها عطاوها لي، تاهما خرجوا بلا عيد مساكن وكل شيء، كل شيء تلف لهم. شي مره بنادم يمشي حواس، ولكن كتلقى العائله، العائله يكونوا موجدين لك الحساب وانت ما عارف حتى شي حاجه، لان انا جربته في دمي. المهم باش ما نحزنكوش وكي سميته فهمتو، سمحوا لي راني تاني قطعت البنت غير عايزه كي سميته. إيه هذه الدار ديال صاحبتها قاوريه عطاوها لي، لان عندهم مساكن الضيق، وقال لك ما تشد لا اوطيل لا والو، انا كنت غادي نشد لوطيل وقال لك ما تشدش لوطيل. إيه هذيك هي هذه الدار ديال صاحبتها مسكينه، الدار خاويه عطاتها لي انا والبنت ديالي هنا. والمهم غادي نعطيكو تفوسيخه زينه، اللي عندها عيد واخ واللي ما عيدت ديرها بلا 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 هاد المساله غادي نقولها لكم. هاد الوصفه زوينه وكنت موجدها لكم وزوينه بزاف. تاني اللي تكون ديما مهددها الراجل ديالها في الطلاق وكلش، غادي نقول لكم فين في ديروها، فهمتوا؟ ديما كتكون مهددة الطلاق مسكينه، والله عندها سحر التفريق ولا سحر الكراهيه ولا، وهذه ديرها لا الراجل ولا المراه ولا العزبه ولا المطلقه ولا المسكينه كتنتظر كسميتها تفوسيخه زوينه وواعره، ديروها نهار العيد. وحتى اللي فاتوا يسمحوا لي، اللي فاتوا كسميتها راه كاين هذا في الساعه ديروها، وتقدر واخا فاتكوا كسميتها ديروها. بصح انتم ناس المغرب غادي ينفعكم، الدول العربيه الجزائر وكل شيء غادي ينفعكم، انتم الدول العربيه تنفعكم مزيان، وتا هادو اللي هنايا تنفعها، لان الا ما رماوش واحد الحاجه راه مزيانه غادي تنفعها. هذه زوينه هذه الوصفه ومجربه، وقديم قليل اللي عارف لها، ناس القرى كيعرفوا لها مزيان، فهمتوا؟ هو بزاف الناس اللي قال لك ابراهيم راه نجحنا الوصفات ديالك، وبزاف اللي دعوا معايا دعوه الخير، وبزاف اللي كاردوا عليا شحال من واحد عيطوا لي وشحال من اسم ده. وكاين اللي مسكينه تاريكي ما جاتش معاها، ربما يكون عندها العارض ولا الجن العاشق، حتى تداوي العارض والجن العاشق عاد تحز من الوصفات. بزاف اللي مسكينه كتمشي تخسر فلوسها وهي عندها الجن العاشق، يقول لها في ثلاث ايام غادي نجيبوا لك الحبيب، ولا تلك اللي يكون عندها الجن العاشق راجل يقول لها غادي نرجعوا لك الحبيب ولا نرجعوا لك المطلقه ولا كيسمي تا، خي كيكذبوا عليكم، خي كيكذبوا عليكم باش يقول لك ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا كيسمي تا. انت عندك الجن العاشق وعندك العارض حتى تداوي هذا الشيء، الا ما داويت هذا الشيء وما داويتش حياتكم ما تخسرش فلوسكم. الناس راه غير باغيه الفلوس، هاد الناس داو له 12 مليون ما داروا له حتى شي حاجه، خلاوها ودراوها. انا عيطوا لي في المغرب لان البنت متابعه ديالي، مين كلاوه فلوس وكيسميتها، قلت له اللي سلكني سلكني ابراهيم، انا عطيته غير وصفه في المغرب باش يخرج من المغرب، عطيته يطرو ديال اللبن وعطيته معلقه كبيره ديال الحنه في يطرو ديال اللبن، تخليها جوج سوايع
وتشرب على الصباح تقيا كاع داكشي، تقيا داكشي كامل اللي تقيت. ولكن ثاني كاين البارح انا يتخدم معها، جبت كلشي معايا من همزة، كنت خايف لا ما يخليونيش نفوت الاعشاب، مزيع عليا دعوات الخير وقريت على كسميته وكلشي داز كاع الاعشاب اللي دوزتها باش نخدم بها هنا. باش اللي تقول لك عندها الجن العاشق ولا عندها العارض ولا كسميته وتقول لك غادي ندير الجلب، وكره مشيت عند فقيه وكسميته وداو لي الفلوس فيها، لان يديو لك الفلوس ما كانش اللي يدير لك خير داوتي، لان الجن العاشق حتى لو كنتي مزوجه يحرمك من المراه ديالك، ما يخليش تنعس نعس معاك لا راجل ولا مرة تانيك، فهمتو؟ الجن العاشق راه صعيب لأن مخدوم بالدم، يكتب عليك اللي يحيدها لك، ما يحيدها لك لا رقيت شي واحد غير حيدها لك الساحر، والسحر المدفون إلا ما حيدتها لك شي بالا ما يحيدها لك حتى شي واحد، تبقى ديرو الأعشاب والتفوسيخات وكتمتا راه زوينين بزاف. اللي قالت لك إبراهيم راه قال لي أنا الراقي والله ما ديري لا أعشاب لا حتى شي حاجة، لأن باغي منك الفلوس، هما راه باغين غير الفلوس، هما عارفين الملحة كتجلب الشياطين، كتنوض الصداع كتنوض العار، شد فيا نشد فيك. وعلاش كيقولوا لكو عارفينها هي اللي كتنوض هادشي؟ وعلاش كيقولوا لكو هادشي؟ لان لا دواك ما غاديش ترجعي له، هما خاصو الحبات، ما خاصني لا حبات لا والو، خاصني تداوي انت وتعطيني دعوات الخير، هادشي اللي باغي منك. حنايا عندنا غدا غادي نعيدو، كي نعيدو حنايا ندبحوا الخروف، ندبحوا الخروف حنايا غادي نهزو، والله الليله قاعد تقطعي الليله في الليل تقطعي الصوف، شي مره كتكونوا محنيين له تقطعي في ديك البلاصه ديال الصوف، يا كنت محنيه له هنا في الجبهه يا كنت محنيه له هنا في الدار، واللي ما كانتش محنيه له تقطع له صوفه من هنا، غادي هذيك الصوفه حنايا نشدوها، راني ندير لك البورط هذا ديال كسميتها الصوف، يعني الصوف ديال الخروف، غادي نشدوها حنايا وغادي نديرو فيها الجاوي الابيض والجاوي الاسود، هذه راه زوينه بزاف، ونديرو فيها الفاسخ والحلتيت. اللي ما عندهاش الجاوي الابيض واخا غير حاجه فيها، واخا دير غير الجاوي اللي كانت عندها ديره بجوج، الجاوي الابيض والجاوي الاسود والفاسخ الوسقي، فهمتوا انتم الفاسخ الوسقي ما غاديش تلقاوه، وشي وحده راه قالوا لي تلقاوه، واخا دير غير داك الاسود المعجون، ومن الاحسن دير الجاوي الابيض والجاوي الاسود، فهمتي؟ غادي ديريه هذوك ودير معاه غير قشره ديال الرمان، غادي تشديه في هذاك الصوب وتجمعيه، جمعي داك الصوب وغادي ديره في السيت وتنعسي بها، فهمتي؟ تنعسي بها الصباح من تفوتوا هذيك الذبيحه وكسميتها، من تبغيو تذبحوا ولا كسميتها ولا تبخري بها، من يكونوا حاضرين كسميتها انت تكوني شاعله المجمر وكسميتها تبخري بها، لا بغيتي تزيدي عليها شويه حرمل شويه كسميتها زيدي شويه في المجمر شويه حرمل وشويه خزامه وكاع العشب اللي عندك تزيديها، بصح الصوفه وكسميتها اللي تبات عندك هنايا في السوتيامات زوينه، ديرها على الجهه اليمنى هذه الجهه اليسرى الجهه اليمنى كتمشي شي مره طيحوا عليا، ديريها في الجهه اليمنى في السوتيامات وتخليها هنايا تحت، فهمتي؟ وتنعسوا بها. بغات البنت العزبه اللي مزوجه اللي ما مزوجاش ولا المطلق، الراجل تاني كان مطلق ولا مسكين كيقلب على عامل ولا على التجاره، راها زوينه بزاف. لكن بالنسبه للمراه اللي تكون مسكينه ما عندهاش الانجاب وديما مهدده بالطلاق، كتشد هذاك كسميتها تكون دارتها هنايا الى عنده في الناس العربيه، الناس اللي في العربيه بحالي انايا يديروها تحت الدجاجه فين تكون قرقه، يعني ديريها تحت العش، الا درتيها حداها غادي تاكلها ولا تفركت، ديريها تحت داك العش وتخليها محطنا عليها واحد الخمس ايام ولا ست ايام ولا حتى لسبع ايام، الا خمس ايام حسن، الا عندنا خمس ايام حسن، والا سبع ايام حسن، والا ست ايام حسن، تخليه تما تحت ديك الدجاجه وتجبديهم وتبخري بهم، عمر الراجل ما يهدك بالطلاق ولا الطلق، هذه راه مجربه وعطيتها للدريات وجابت نتيجه كبيره، فهمتوا؟ راه زوينه بزاف، بصح الدريات اللي ذبحوا غير الهيدوره اللي عنده اللي ذبحوا اليوم سمحوا لي، لان جيت مزروب سمحت في كلش، انا كي يكون واحد محتاج ومريض يقطع حوايج وكل شيء كانش هذيك، انتم اللي عيطتوا اليوم خاطي غير الهيدوره تقطعوا منها الصوت، واللي ما معيدش كان اللي يعيدو حنايا هنا في اوروبا مساكن ما يجيبوا له لا هيدور لا حتى شي حاجه، المهم غير داك الجاوي الابيض والجاوي الاسود، ولا عندك غير الجاوي الابيض كان اللي ما كانش عندها هنا بنات اوروبا واخا غير الجاوي غير واحد، او لا عندك غير ام الناس، او لا عندك غير الشبة، فهمتي؟ غير هادو تمديه في الصوفة، واللي ما ذبحوا وما عنده لا كسميته تبيتيه غير في الستيمات ديالك، والصباح تبخروا بهم تكون الناس مجموعتهم، ولادك وبناتك وكل شيء راه زوينه بزاف،
كتجيب التيسير وهاد الوصفه كنت موجدها لكم. ولكن الغالب الله بقاو فيا هاد الناس بزاف كاع، بقاو فيا سمحت بكلش، ما قلتش حتى اللي خدمه عندي ما قلتلوش راني ماشي، فهمتوا؟ كان بغي يكون موت عليكم ونعاودها لكم. غير اللي جا عندها الجاوي الاسود والابيض زوين ديروا حتى تحت الستيام ديالها، واخا ما تكون ما معيده مسكينه، لو راه بزاف اللي يكونوا ما معيدين ديروا تحت الستيام ديالها وتخليوها هنايا وتبعتنا عسابي، راه تكون ربطوني انا ما غادي يطيحوا لا والو، وتبعتنا عسابيهم والصباح تبخر بهم. واللي ما عندهم لا هيدور لا حتى شي حاجه ديروها تحت الستيام وتبخر بهم. بصح اللي عنده كسمته هي لمدوها في الصوف ويديروها مع الجاوي الابيض والاسود والفاسخ الوسخي. الحلتي التنكر راه زوين يديروه معاه. اللي ما عندهاش عندها غير ام الناس ولا الشبكه، اللي ما عندهاش ديري النيه والكمال على الله سبحانه وتعالى. كان بغيكم موت عليكم، وهاد التفوسي خاره واعره ومجربه وبغيتكم ديرها، واخا ماشي ديروها غير في العيد، الحيضوره راه عندكم ديال العيد، ديروها حتى الايام الاخرين، فهمتوا؟ وكاينه اللي تكون ما مزوجات مسكينه ما تخطبت ويجيوها الخطاب حتى للدار تبيتها سبع ايام، سبع ايام واخا تدخليها ديريها هنايا والصباح تقلعيها والله وترجعيها. بصح اللي بغات تخليها سبع ايام احسن، سبع ايام ما تخرج من الدار والله كي سمتها ديرها سبع ايام تما وتبخر بها، راه زوينه للزواج وكل شيء. كان بغي يكون موت عليكم ويا ربي هاد الوصفه تجيب نتيجه كبيره. ومبروك عيدكم لما تلاقيناش. لجميع المسلمين والمسلمات في اي دوله في اوروبا والدول العربيه.